ستشاهدون في هذا الفيديو. نقول فوالا بور توت ايبسيلون سي با يورا زيرو، لقلنا بور توت ايبسيلون يعني بور توت فوازيناج، لان هذاك الفوازيناج متعلق باش متعلق بايبسيلون، بحيث اي عدد من هذا الجوار الصوره ديالو كاينه في هذا الجوار. افهمتم؟ وما هو الجوار يا ترى؟ القيمه المطلقه هي واحد لا فونكسيون اللي الا كان العدد سالب كترد موجب، الا كان موجب كتخليه موجب. نورمالمون هادشي اللي عارف نتوما، ولكن هي القيمه المطلقه علاش دارت؟ باش تحسب لنا المسافه اللي بعد بها هذوك الاعداد على الزيرو. يو ان ناقص ال انفيريور ايبسيلون، راه هاد لا نوسيون كتسمى ان كتسمى لا نوسيون دو بروكسيميتي او لا القرب، يعني ان هادشي كاين ان يو ان قريبه بزاف من ال. من هاد الان الفوق كنلقاو يو ان كونتوني في هاد الانترفال، وكلشي كيقول ليميت ليميت ليميت. شي واحد غتسولو شنو هي الليميت، يقول لك ليميت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلم فيه على لا ليميت. شنو المعنى ديالها؟ الديفينيسيون ديالها، وشنو هما الاستعمالات ديالها؟ وفي هذا الفيديو غادي نهضر على المهم، غنعرف الليميت وغنعرف حتى لا ديفينيسيون ديال لا ليميت اللي هي كيعرفوها لي سيونس مات. ديفينيسيون ديال لا ليميت بإبسيلون هي معروفه بهاد السميه هادي. اوكي، كيفاش وعلاش؟ هنا فين غتعرفوا الليميت شنو كتعني، لان بزاف كنسمعوا الليميت في السيزيام في الباك ومن بعد الباك، وكلشي كيقول ليميت ليميت ليميت. شي واحد غتسولو شنو هي الليميت، يقول لك ليميت. خص الواحد يكون عارف اش كتعني هاد لا ليميت. وفي هاد الفيديو غنوضح لكم هادشي كامل. مسح هادي حيت كنت نجرب بيه غير الكاميرا. اوكي، اولا لا ليميت في الاول كانت لا ليميت يعني معرفه من اجل المتتاليات. اوكي، كانوا كيدرسوا المتتاليات ونهايات ديال المتتاليات. دونك نقولوا لا ليميت دون سويت او دون فونكسيون اون ان بوين، ها هو هذيك العدد اللي كتقرب له اف من اللي اكس كيقرب لواحد العدد. وهنا خصكم تلاحظوا انه هاد كلمه يقترب او لا سابروش هي اللي ما عندهاش معنى في الرياضيات، ما كنعرفوهاش كتعني ماتيماتيكمون. دونك كيبقى خصنا نعرفو كيفاش نقولو ماتيماتيكمون هاد سابروش، خصنا نترجموها بالمات وفي لاناليز اش كتعني. الا نجحنا اننا نديرو هاد القضيه فحنا غنكونو فهمنا مزيان لا ليميت وديفينينا لا ليميت ماتيماتيكمون و اناليتيكمون. اوكي، مثلا هنا نرسم لكم شي رسمنا. عندنا مثلا هذه الداله اف المنحنى ديالها، وهذا هو نديروه اكس زيرو باغ اكزومبل، ياك ملي كيقرب اكس لاكس زيرو، اكس ملي كنقولو اكس يعني كيلكونك، يعني يقدر يكون هنا هنا هنا، يعني اكس مجهول. دونك اكس مثلا هنا على يسار اكس زيرو، ملي كيقرب اكس لاكس زيرو اشنو كيطرا؟ فوالا نشوفو معايا. هنا اكس هو هذا، دونك اف دي اكس تكون هي هادي، هادي اف دي اكس. الى زاد قرب اكس لاكس زيرو غتكون ليماج هي هادي، وكما كتعرفوا هادي اف دي اكس زيرو بلاتي، فوالا اف دي اكس زيرو، اف دي اكس زيرو هي هادي. لاحظوا انه كل ما قرب اكس لاكس زيرو اف دي اكس كتقرب لاف دي اكس زيرو، فوالا بحال هكا، فوالا شفتوا كيفاش؟ ونقدروا هادي نسميوها ال باغ اكزومبل. دونك كنقولوا لا ليميت ديال لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس زيرو، فوالا بحال هكا، لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس زيرو ديال اف دو اكس سي اف دو اكس زيرو او لا ال. اوكي، ولكن هنا ملي كنقولوا كتقرب تقدر تكون من اليمين وعلى اليسار. اوكي، يعني سوا من هنا سواء اليسار هنا، سواء كتقرب من هاد الجهة، نفس القضية. عاوتاني هنا ها هي اف دو اكس هنا،
كتبقى غادا وتاني كتقرب، فوالا غادا وكتقرب غادا وكتقرب لاف دو اكس اللي هي هادي، فوالا. المهم غير هو هادي ستون ديفينيسيون اللي هي مازال ما ضبطناهاش مزيان، خصنا نزيدو نضبطوها اكثر. وما تنساوش بلي لا ليميت تقدر تكون فيني، تقدر تكون انفيني، تقدر تكون منتهيه، وكذلك تقدر تكون غير منتهيه. فمثلا تقدر عاوتاني اف دي اكس الداله اف تكون غادا لانفيني، يعني ما كت يعني عندما يقولوا اكس مثلا، نعطيكم واحد المثال اخر. هنا مثلا افترضوا هذا هو اكس 0، اوكي هذا هو اكس 0. هنا اكس الى ال اكس 0، اكس مثلا هو هنا وغيقول اكس 0، راه اف دي اكس غتكون فين؟ في لانفيني، حيت هاد اكس 0 النهايه ديال هو هي كاينه في لانفيني، اوكي. دونك هنا كنقولوا ليميت ديال اف دي اكس عندما يؤول اكس الى اكس 0 سواء على اليمين سواء على اليسار كما بغات تكون هي بلوس لانفيني. في هذه الحاله كانت لتحت كنقولوا موان لانفيني. دونك هنا كنقولوا كنستنتجوا ان هادشي كيوضح ان النهاية قد تكون منتهية وقد تكون غير منتهية، il peut être fini ou infini. إلا جينا نهضرو تاريخيا، النهاية تم التحدث عنها بالنسبة للمتتاليات أولا، يعني المتتالية في دراسات المتتاليات. فكنقولوا أن واحد متتالية إلا كان عندنا واحد لو نومبغ ال هنا، ها ال، كنقولوا ان نهايه المتتاليه ما هي هاد لو نومبر ال. الا كانت لو تيرم او لا حدود ديال ديك المتتاليه كيقربوا بزاف لهاد ال او لا كيكونوا في واحد لانتيرفال ما بين ال. مثلا هنا نفترضوا متتاليه ناولا كاين 1 2 3 ايترا. نفترضوا ان المتتاليه التيرم ديال الاول نديرهم صغار احسن، فوالا هكا تدريجات باش يبان لنا مزيان. الترم الثاني، الثالث، الرابع، خامس، حيت المتتالية كتمثل بحال هكا، ما كتمثلش بحال الدالة، لأنها هي معرفة على N، أوكي، دونك فوالا هكا، أبخي كتبقى كيبقاو هاد لي تيرم أو الصور المتتالية كيكونوا قراب بزاف. لاحظوا هنا هادو راه بحال هادي، ليماج ديال 1 هي هادي، ليماج ديال 2 هي هادي، فهمتوا؟ يعني هادو كاملين البروجيكسيون ديالهم غديروها هنايا. دونك لاحظوا هنا غادا وكتقرب من ال، هاد المتتاليه غادا وكتقرب من ال. دونك بالنسبه للمتتاليات التعريف ديال الليميت شنو هي؟ هو واحد العدد كاين في مجموعه وصول، طبعا كاين في ار حيت مجموعه الوصول ديال حيت المتتاليه او مثلا كانت او معرفه من ان نحو ار. متتاليه كتولي محصوره في واحد المجال هنا، فوالا شوف هنا خدينا مثلا هذا المجال ا بارتير دان سيغتان رون، يعني انطلاقا من هذا نسميوه مثلا هذا نسميوه ان، ها هذا نسميوه ان. من ان الفوق خصو يكون اونتي تا هو بيان سور، من هذا الان الفوق كنلقاو يو ان كونتوني في هذا الانترفال، كاينه في وسط هذاك الانترفال. هذا الانترفال بيان سور نقدروا نوطيوه ال موان ايبسيلون هنا، وهذه ال بلس ايبسيلون، المجال ال ناقص ايبسيلون ال بلس ايبسيلون. شنو هي ايبسيلون؟ ايبسيلون هي واحد العدد تري 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 بوتي، هذا هو الايبسيلون. والايبسيلون ان شاء الله غنقدر ندير عليه فيديو ان شاء الله بوحدو. المهم هنايا خصكم تعرفوا غير هنا بحال كنكحزو شويه على ال لتحت كنقصو شويه وكنطلعو ثاني نزيدو شويه ال موان ايبسيلون ال بلس ايبسيلون، سي سا. دونك الكاركتيريزاسيون ديال لا ليميت بالنسبه لي سويت تنقولوا ان بور توت، سمحوا لي تنقولوا ان بور توت ايبسيلون سوبيريور ا زيرو، لكل ايبسيلون سوبيريور ا زيرو كما بغا يكون ايل اكزيست واحد الان اللي هو هذا ابارتينون ان تيل كو سي الان كان كبر من ان، يعني كاع بالنسبه لكاع لي ان اللي هما كيفوتوا هاد الان كبير يو ان، الو يو ان كتكون وسط الانترفال، صافي نكتب هنا
UN كتكون وسط الانتغبال L موان إبسيلون L بلس إبسيلون. نقدروا نديروه مفتوح أو مغلق، سي لا ميم شوز، على حساب حنا شنو بغينا. نديرو مثلا أنا هنا مغلق. دونك هنا هذا اش كيعني؟ كيعني أن نقدروا نردو هادي حاجة أخرى، وهي أن UN نكتب هنا محصور ما بين L ناقص إبسيلون و L بلس إبسيلون. نقدروا نقولوها بطريقة أخرى، وهي أن UN ناقص L محصور ما بين ناقص إبسيلون و إبسيلون. نقدروا نقولوها بطريقة أخرى، وهي أن القيمة المطلقة ديال UN ناقص L صغر من أو يساوي إبسيلون. وخصكم تعرفوا أنه ملي كنقولوا فوالا هذيك اللي قلنا تما UN ناقص L انفيريور ا إبسيلون، راه هاد لا نوسيون كتسمى أن كتسمى لا نوسيون دو بروكسيميتي أو لا القرب. يعني أن هادشي كاين، أن UN قريبة بزاف من L، يعني الفرق بيناتهم أو المسافة بيناتهم، لأننا درنا القيمة المطلقة راها صغر من أو يساوي إبسيلون، يعني صغر من الصغير إبسيلون اللي هو صغير، راه UN موان L صغر منها. هادشي كاين أن UN موان L تقريبا الفرق ديالهم قريب بزاف من الزيرو. فهمتوا كيفاش؟ دونك نستعملوا لا نوسيون ديال لا ديستونس. عقلوا معايا على هاد لا ديستونس. حنايا خدامين في اغ، ملي كنكونوا خدامين في اغ، دونك لا ديستونس هي القيمه المطلقه. كنستعملوا القيمه المطلقه، حيت كما كتعرفوا الا كان عندنا القيمه المطلقه هي واحد لا فونكسيون اللي الا كان العدد سالب كترد موجب، الا كان موجب كتخليه موجب. نورمالمون هادشي اللي عارف نتوما، ولكن هي القيمه المطلقه علاش دارت؟ باش تحسب لنا المسافه اللي بعد بها هذوك الاعداد على الزيرو. اوكي، يكون عندنا المحور الحقيقي او المحور الحقيقي، نعم الصفر كاين هنا مثلا 5، بشحال بعيد على الزيرو؟ ب5. اوكي، يعني بلا ما نقولوا الواحد شنو هي، واش سنتيمتر ولا شنو هو. المهم القيمه المطلقه ديال 5 هي 5، يعني المسافه اللي بعد بها 5 على الزيرو هي 5، وناقص 5 حتى هي بشحال بعيد على الزيرو؟ ب5. دونك القيمة المطلقة ديال ناقص 5 هي 5 أوسي. واش فهمتوا كيفاش؟ هذه هي دارت القيمة المطلقة. من الأهداف اللي دارت القيمة المطلقة هي باش نعرفوا لا ديستونس. وعاوتاني ملي كنبغيو نعرفوا المسافة بين عددين ولا واحد الأفصولين، كنديروا القيمة المطلقة ديال الفرق ديالهم. ومن لا ديستونس كنقدروا نديروا شي حاجة ولا واحد البرانسيب ولا واحد لوتي كنبداو نخدمو به في لي ليميت وبزاف ديال الخاصيات في المات. كنخدمو الجوار او لو فوازيناج، وحنا غنشوفو هادشي مزيان. غير بقاو معايا. واحد القضيه خصكم تعرفوها، وهي اننا حنا كنخدمو هنايا في اغ، اوكي، بالنسبه للناس ديال الباك. اما من بعد راه غنوليو نعرفو شي حاجه اللي هي اكثر من القيمه المطلقه، اللي هي سميتها لا نورم او لا ديستونس بالنسبه لان اسباس ميتريك. كيتسمع لان اسباس ميتريك، ما تيقراوش الناس ديال الباك، مي انا دابا غير تنعطيكم افكار وصافي. نخدمو بالاسباس ميتريك ولا الاسباس توبولوجيك، في اون نورم اللي هي الجينيراليزاسيون ديال القيمه المطلقه، تعميم ديال القيمه المطلقه، اللي كنبقاو نخدمو بديز اسباس اللي هما ابستري. دابا ملي عرفنا ان القضيه فيها الفوازيناج والجوار ايتترا، نرجعو غادي نرجعو لي فونكسيون ثاني. بيان سور كتعرفوا الا كانت عندنا اون فونكسيون ديفيني من او حتى الانتغبال او اللي هو انكلو في ار، اوكي، كاين وسط ار فيغ ار ولا ان انتغبال اخر ثاني وسط ار. لاحظوا اذا كان فوالا هذا هو الرسم ديال لا فونكسيون، ناخذ هذا هو ال، ديروا مثلا مثلا ديروا هكا فونكسيون هادي، نقولوا انه في هذا النوم هذا نسميه اكس 0 باش ما نبدلوش الى لي نوطاسيون. ملي كيقرب فوالا هنايا نورمالمون ليميت ديال اف دي اكس لوسكو اكس طون فيغ، ما نكتبهاش هنا سنحتاج هاد البلاصه، هنا نورمالمون لا ليميت دو اف دي اكس كون اكس طون فيغ اكس 0، ملي كيقرب اكس لاكس 0 f de x كتقرب ل l. فوالا لا ليميت دو f de x هي l كون x طون فيغ x 0. راه هادشي اش كيعني؟ انه لكل جوار، سمعوا معايا مزيان، لكل جوار ديال l
il existe أو كاين واحد الجوار ديال إكس زيرو، بحيث أي عدد من هذا الجوار الصورة ديالو كاينة في هذا الجوار. أفهمتم؟ وما هو الجوار يا ترى؟ نعاودها أولا نكتبها نيشان، نكتبها بليزيبسيلون. يعني إذا كان عندنا واحد الجوار درنا إل موان إبسيلون إل بلوس إبسيلون، سيتان جوار. الرب إحنا على تحدي ما نضحك، واحد اثنين ثلاثة. ال بلس ابسيلون هنا فوالا اي جوار خديتو كيما فاريت الابسيلون سواء عطيت الابسيلون ان دومي ولا عطيتها واحد عطيتها جوج ثلاثة كيما عطيتها اي عدد عطيتها il existe ان فوازيناج اللي هو بيان سيغ غيكون هو هذا ندير هكا ان فوازيناج اللي غيكون انكلو في الصورة العكسية ديال هذا المجال، يكون وسطو، يكون هنا وسطو مثلا، يكون واحد الجوار ديال اكس زيرو اللي هو نعطيوه يكون اكس موان ناخذو دلتا ولا الفا ديرو دلتا اكس بلس دلتا هنا ال بلس ابسيلون ال موان ابسيلون هنا عفوا اكس زيرو هنا اكس زيرو بلس تيتا دلتا اكس زيرو موان دلتا حتى هو هذا جوار ديال اكس زيرو. ولاحظوا ان اي عدد خديته اي اكس خديته هنا ليماج ديالو كاينه هنا. وكيف ما شفنا قبيله ان راه هنايا هذه كتش كتعني هذه راه كتعني ان اكس 0 موان اكس 0 موان داتي صبروا ايوا فوالا اي اكس خديته من هنا سمحوا لي تلفت اي اكس خديته من هنا راه x موان x0 عفوا x موان x0 اون فالور ابسولو يعني الديستانس بيناتهم كتكون صغر من دلتا. اوكي كتكون صغر من دلتا هاد x المسافة بينو وبين x0 راها صغر من دلتا بيان سيغ راه x موان x0 المسافة بينو بينها وبين راه باينة هنايا اي x خديناه كاين وسط هاد الفوازناج راه المسافة بينو وبين x0 صغر من دلتا. وخصكم تشوفوا ثاني ان هنا راه هذه كتعني ان اي اف دو اكس اللي كان هنا اكس اي اف دو اكس كاين هنا راه عندنا اف دو اكس ناقص ال اللي هو السونتر ديال الفوازيناج هنا اكس 0 هو السونتر ديال الفوازيناج راه صغر من ايبسيلون. مزيان متفقين كنتمنى نكون متفقين. هادشي ايكيفالون دونك هاد الديفينيسيون هادي هي ماشي اكزاكت فوالا هي كنعبرو بها مي هي نورمالمون راه كنقولو فوالا بور توت ايبسيلون سيبيور ا زيرو لقلنا بور توت ايبسيلون يعني بور توت فوازيناج لان داك الفوازيناج متعلق باش متعلق بايبسيلون. اوكي il existe ان فوازيناج يعني قلت لكم لكل فوازيناج كاين هنا il existe ان فوازيناج و il existe ان فوازيناج باش متعلق بالفوازيناج متعلق بدلتا دونك il existe دلتا سيبيور ا زيرو تيل كو سي الا كانت اكس كاينه في هذا الفوازيناج الصوره ديالها كاينه في هذا الفوازيناج تيل كو سي اكس كاينه في الفوازيناج كتعني يعني كتحقق هادي اكس موان اكس 0 انفيريور ا دلتا تقدر تكون او ايكال ما كاين حتى شي مشكل الا كانت هنا او ايكال خص حتى هنا تكون او ايكال هذا الشيء كي امبليك الا كانت عندنا اكس كاينه في الفوازيناج دونك اف دي اكس سي كاينه الوغ نكتبها لتحت ما تقدنيش انا ما تبانش الوغ اف دي اكس موان ال راه كاينه في الفوازيناج الاخر انفيريور ايبسيلون. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد القضيه ولاحظوا معايا ان هذا الشيء صالح كو سوا اكس كان على اليسار ديال اكس 0 او على اليمين دونك هذا الشيء كيترجم الليميت على اليمين وعلى اليسار يعني هاد الديفينيسيون كنجمع لنا راه الليميت على اليمين وعلى اليسار. اون بليس هاد الشيء قلنا لكم خدام في ار الا خدينا دي فونكسيون اللي هما ديفينيسيون او من او حتى الاف يقدر يكون او اف دي سباس كيما بغاو يكونوا هادشي بلا ما ندخل فيه لان غنطول الفيديو. وكنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا نوسيون دو ليميت. كاين اللي غيسولني واش كاينه علاقه ما بين ليميت دي فونكسيون و لي سويت وي كاينه
راه ليميت ديال اف اكس يكرا ال عاوتاني هادشي كامل ايكيفالون ادير كو الا كانت واحد سويت اكس ان كونفيرج فيغ اكس وكانت اف دو اكس ان كونفيرج فيغ ال اكس ان كونفيرج فيغ اكس 0 فوالا اف دو اكس كونفيرج فيغ ال الا كانت سي اكس ان واحد سويت سويت ديال الدغاية اللي كتكونفيرجي فيغ هاد اكس 0 وكانت اف دو اكس ان الصورة ديال لي تيرم ديال ديك السويت كيكونفيرجيو فيغ ال هادشي كيعني ان ليميت دو اف دو اكس ايكال ا ال كون اكس تونفيغ اكس 0 الوغ كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الاخر كنت اخباركم قلت غندير شي فيديو في خفيف ظريف في غير 5 دقائق 7 دقائق غنشرح فيه الليميت ودابا راه اكثر من 16 دقيقه ولا ما عرفتش شحال وشرحت ليميت ما مازال حوايج اخرين بغي نقولهم اللي هما ديفينيسيون ديال ليميت باغ ايبسيلون هادي الا كانت ليميت فيني اما الا كانت انفيني الديفينيسيون ديالها عاوتاني بليز ايبسيلون هضره اخرى اللي بغاني ندير هاد الفيديو ان شاء الله ونكمل بحال هاد الفيديوهات وعجبوه بحال هاد النوع ديال الفيديوهات يقولها ليا في لي كومونتير نتمنى تكونوا استفدتوا السلام عليكم